السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف برنامج اسمه اليومن. في ناس بتقول لمون، بس مفيش مشكلة مش هنختلف في الأسامي، لا مشاحة في الاصطلاح. البرنامج سهل ولذيذ، متخصص في الأرتكشر فيزيوليزيشن، الإظهار المعماري. في برامج كتير بتعمل إظهار معماري، بس هي بتكون بتعمل حاجات تانية، يعني مثلا 3 دي ماكس بيعمل أنيميشن وبيعمل مجسمات وبيعمل حاجات كتيرة جدا، فلذلك بتلاقي الأدوات كتيرة وفيها لخبطة شوية. انما اليومن متخصص في الاظهار المعماري، فبتلاقي الموضوع سهل وبسيط. ممكن اجي هنا اقول له سيتنج وابدا اشوف سيتنج او توتوريالز، او ان انا اعمل مشروع جديد، او ان انا اشوف امثله مشاريع معموله بطريقه جميله. اقول له انا عايز مشروع من دول، تبدا تختار مشروع اللي انت عايز تشتغل عليه. وليكن مثلا خلينا في العادي ساني دي، بقول له انا عايز احمل مبنى اد نيو موديل، واروح مختار الموديل اللي انا عايزه. خلينا نختار اسم ساوس. اوكي تمام، ومجرد بس بختار المكان اللي انا عايز اتحط فيه. وليكن اهوت ماشي، ادور المبنى. عايزين طيب نحط شوية اشجار، هتلاقي الموضوع بسيط. بقول له اوبجكتس، يعني انا عايز اتحكم في الاوبجكت. هنا اختار الاشجار، هنا بقول له بليس اوبجكت. ممكن اجي هنا واقول له انا عايز نوع شجر تاني، وليكن مثلا الشجر دوت، وابدا احط الشجر اهو. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط. طيب خلينا نحط عربية مثلا، باجي هنا بقول له انا عايز كار. هو انا جاب لي في البدايه مراكب، فبقول لا ده انا عايز عربيه من العربيات ديت، وراح اختار عربيه وابدا بقى احط العربيات. وليكن مثلا خلينا نحط مثلا العربيه هنا مثلا اهي اهي. احنا ممكن نحرك العربية دي ونعمل بيها شريط فيديو، يعني الكاميرا بتتحرك والعربية برضو بتتحرك، يبقى شكلها جميل. بس ده في الدروس اللي بعد كده، احنا مجرد بس بنشوف امثلة. هحط اشخاص، ممكن نغير الشخص دوت في ممكن تجيب اشكال جاهزة موجودة. تمام، لو في حاجة محطوطة غلط بعمل بولو ديليت، وراح مختار الحاجة اللي انا عايز الغيها ديليت. تمام اي، وممكن اقول له انا عايز الوزر، واروح مختار مثلا هل انت عايز شوية سحب اكتر ولا عايز المكان صافي شوية الشمس. عايز وقت بالليل ولا الصبح؟ الشمس حارة. تمام، اتجاه الشمس ممكن تجيبه شوية كده، عايز الشمس تبقى فين بالظبط. فده مجرد بس نموذج ان البرنامج سهل ولذيذ، وان شاء الله مش هنلاقي مشاكل خالص في التعلم بتاعه. هتلاقي الموضوع سهل، ان انت ممكن تعمل لقطات فيديو بجودة عالية. ممكن عشان تعملها في 3 دي ماكس تاخد منك كذا شهر، لا في اليوم ممكن تاخد منك يعني اسبوع مثلا، عشان اول مشروع تعمله. انما بعد كده ممكن ياخد منك يوم واحد، وتلاقي نفسك خلصت اللي انت بتخلصه في البرامج التانية في شهر. تمام، انما بعد كده ان شاء الله هتلاقي البرنامج ده انسب حاجة ليك، وإن شاء الله يعجبكم بإذن الله. عمر سليم.